ما شيء قصايد بعد اليوم. من اليوم ورايح لحظة ما بتشوفون غير الحقيقة. قولي حقيقة القصايد. قصايد الألم، قهر، الدموع. أنا مثل مجموعة مستثمرين وهم مهتمين بشراء العقارات. أبوي هاي وحدة كانت قبل كانت تنزل قصايد حلوة واليوم منزلة فيديو كله عنف وضرب. أعتقد أن هاي أمورهم الشخصية. حين أنت من كل هالشقة حصلت لها شقة؟ أنا المفروض أبلغ عليك الشرطة. يا قلب النزف وانت لا بالجر. بصراحة أحس أن البنت بخطر وأبغي أساعدها. أنا لازم أروح. فاضل المرة الجاية حسبي ألف حساب قبل لا تتصرفين وتفكرين في أي شيء. كيف دخلت البيت؟ من فتح لك الباب؟ فيها وش؟ البارحة كانوا وحنا وش بتشوفي؟ واختفوا لمح البصر.